السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غندير واحد الفيديو خاصه بالديفينيسيون اللي وردوا في الموديول انتربريز سون انفيرونمون وبا فورسيمون كنا شفنا لي ديفينيسيون ديالهم. لهذا غادي نحاول نشرحهم هنا في هذه الفيديو هذه باش حتى تحطوا لنا في الامتحانات تلقاو راسنا عارفينهم. نبداو باول حاجه اللي هي لا كونكورونس. لا كونكورونس مثلا لو سولتك واش كتعني بالعربيه غتقول لي منافسه، وديجا شفناها في لو كور في الموديول، ولكن باش تعطيني واحد ديفينيسيون ديالها اللي كوريكت تقدر تجيك شويه صعيبه. دونك حنا غنبسطوا الاشياء. الوغ لا كونكورونس سي لا بريزونس سيمولتاني دو بليزيور زونتربريز اجيسون دو فاسون ريفال سور ان ميم مارشي. يعني هو الحضور سيمولتاني يعني في نفس الوقت ديال من ديال بليزيور زونتربريز مجموعه ديال المقاولات اجيسون دو فاسون ريفال كيتصرفوا بواحد الطريقه تنافسيه. ريفال سي تنافس سور ان ميم مارشي في نفس السوق. دونك باش تكون كونكورونس خاص تكون حضور في نفس الوقت ديال مجموعه الشركات، يكونوا كيتصرفوا مع بعضياتهم بطريقه اللي فيها منافسه، ويكونوا في ميم مارشي. سي بون غنشوفوا دابا لو اس تي. هذا المصطلح هذا كنا شفناه في لورغانيزا في لا فونكسيون برودكسيون داكور. دونك لو اس تي كتعني او اورغانيزاسيون، اس سيانتيفيك، تي travail. Donc c'est l'organisation scientifique du travail. غادي نعطيكم امثله قبل ما نشرحها باش تفهموا مزيان. مثلا واحد الشركه كتصاوب لي بواط اون كارطون بور لي كادو. الوغ باش تصاوب هاد لي بواط الشركه تقدر تاخذ جوج ديال الحوايج، جوج طرق. يعني سواء غادي ديك لا بواط غتعطيها لواحد العامل غيتكلف بها من البدايه حتى النهايه، يعني داك العامل ولا مجموعه العمال غيتكلفوا انهم يصاوبوا ليا لا بواط، هما اللي غيقطعوا الكارطون، هما اللي غيلصقوا، هما اللي غيديروا لابياج، هما اللي غيلصقوا دي زيتيكات الا كانوا. ولا تقدر دير لو اس تي. شنو لو اس تي؟ يعني كتفرق هذوك لي طاش، كتقسم الناس اللي غيقطعوا الكارطون بوحدهم، الناس اللي غيلصقوه بوحدهم، الناس اللي غادي يديروا ليه لابياج بوحدهم، الناس اللي غيديروا ليه زيتيكات بوحديتهم. دونك كتقسم لي طاش. وبيان سور ملي كتقسم لي طاش راه في عوض ما ورشه وحده تصاوب ليا كارطونه، هذيك الورشه غتكون ديجا داك الكارطون غتكون داس من هاد لا طاش، داس من هاد لا طاش، غتكونوا صاوبوا ليا بزاف ديال الكارطونات. دونك ملي كتكون انت مقسم لي طاش راه بيان سور ما غيجي هذا فين يصاوب الكارطون غيصاوب دغيا دغيا، غيصاوب مثلا بلاص ما يصاوب اون بواط راه غيصاوب ليا يقطع ليا بزاف ديال الكارطون، وغيمشي للديبارتمون الاخر غادي يصاوب حتى هو غادي يلصقو، غيمشي داك بزاف الكارطون للديبارتمون غير غادي ليه لابياج. الوغ باش بلاص ما تكون عندي غير اون بواط راه يكونوا عندي بزاف ديال لي بواط. دونك هاد لو اس تي كتساعد ان المردوديه ديال الشركه تطلع. هادي هي لا ديفينيسيون. دونك لو اس تي سي لا ديكومبوزيسيون دي تاش بور ماكسيميزي لا برودكتيفيتي. يعني كنقسمو المهام علاش؟ باش نطلع لا برودكتيفيتي هي المردوديه. كنسميوها لو تايلوريزم. علاش؟ لان العالم اللي اختار هاد الطريقه هادي اللي اقترحها هو العالم تايلور. هذاك الشيء علاش حنا سميناها تايلوريزم. داكوغ. دونك دابا غادي ندوزو لوبليغاسيون اي لاكسيون. هادو كنا شفناهم في لا فونكسيون فينونسيير اكزاكتومون فاش قرينا على لا بورس. دونك قلنا لا بورس هي واحد السوق اللي كنبيعو فيها لوبليغاسيون اي لاكسيون، كنبيعو فيها رؤوس اموال، كنبيعو فيها دي فون. دونك شنو الفرق ما بين لوبليغاسيون والاسهم؟ دونك لوبليغاسيون بالعربيه هي السندات، هي السند، والاسهم هما لي زاكسيون. داكوغ. دونك لوبليغاسيون اي ان تيتر ا ريفوني فيكس اي ني كونستيتو با ان سيرتيفيكا دو بروبريتي. يعني واحد الملك ا ريفوني فيكس، يعني المردود ديالو اللي كتربح منه ملي كتشريه ومني كتربح منه فيكس ما كيتبدلش. اي ني كونستيتو با ان سيرتيفيكا دو بروبريتي. الا شريتي اوبليغاسيون من عند اون انتربريز هذا لا يعني انك انت من كتعتبر من لي بروبريتير ديال هذيك لونتربريز. الوغ هذا هو الفرق اللي بيناتها وبين لاكسيون. لاكسيون اي اون فراكسيون دو كابيتال دو لونتربريز اي ايل كونستيتو ان سيرتيفيكا دو بروبريتي. لاكسيون سهم واحد الجزء من راس المال ديال الشركه، ومني كتشري انت السهم كتولي عندك سيرتيفيكا دو بروبريتي، يعني شهاده الملكيه في هذيك لونتربريز. داكوغ. دونك الفراكسيون علاش هنا الاوبليغاسيون اتيتر ا ان تيتر ا ريفوني فيكس؟ حيتاش انت ملي كتشري من بعد هذاك الاوبليغاسيون في الاخر العام الشركه اللي شريتي من عندها الاوبليغاسيون سوا ربحات سوا دارت خساره كتخلصك بحال كريدي، بحال انت كتعطي واحد الفلوس في الاخر العام كدير معاك واحد المونطون غتعطيه لك في الاخر العام. الوغ كو لاكسيون لا، لاكسيون على حساب. الا الشركه ربحات بزاف راك انت كتربح، الا خسرات راه انت كتخسر. يعني السهم كيبقى بحال انت مول الشركه كتحمل المسؤوليه. لوبليغاسيون لا، يعني ما كتمثلش لك واحد السيرتيفيكا دو بروبريتي. دونك هذا هو الفرق بين لوبليغاسيون و لاكسيون. تقدر تجيكم كوم كيسيون كيل لا ديفيرونس انتر لوبليغاسيون اي لاكسيون. تو سامبلومون نقولوا ان لوبليغاسيون سي ان تيتر ا ريفوني فيكس، اي
il ne constitue pas un certificat de propriété. Par contre, l'action est une fraction du capital de l'entreprise qui dépend de qui dépend du résultat de l'entreprise. Yani, il y a l'entreprise et il ne constitue un certificat de propriété. C'est bon? غادي نشوفوا دوطخ ديفينيسيون. لا اون ا لا ديسولوسيون. هاد لا ديسولوسيون كنا شفناها الى عقلتو في لا كلاسيفيكاسيون جوريديك، قلنا شنو هما الشروط ولا شنو هما لي كونديسيون اللي من خلالهم لونتربريز كدير لها ديسولوسيون. قلنا ديسولوسيون يعني كتنتهي ديك الشركه. دونك لا ديسولوسيون سي ميتر فان ليغالمون ا لاكتيفيتي دو لونتربريز، يعني وضع حد قانونيا النشاط ديال لونتربريز، يعني لونتربريز ما كتبقاش. سي بون. غنشوفوا لا ليكيداسيون جوديسيير، حتى هي شفناها في لا كلاسيفيكاسيون جوريديك. قلنا ان parmi les causes ديال لا ديسولوسيون هي لا ليكيداسيون جوديسيير. اش كتعني ليكيداسيون جوديسيير؟ سي اون بروسيدور كي مي فان ا لاكتيفيتي دو لونتربريز lorsqu'elle ne dispose plus d'une trésorerie suffisante pour payer ses dettes exigibles. Il y a une manière ou une procédure qui كتوضع حد l'activité ديال l'entreprise. ولكن هنا كاين واحد السبب، لورسكين نو ديسبوز بلو دون تريزوري، يعني ما كتبقاش عندها واحد الخزينه كافيه باش تخلص دوك الديون اللي عليها. دونك هادي هي لا ليكيداسيون جوديسيير. دونك كنا قلنا ليكيداسيون جوديسيير سي بارمي لي كوز ديال لا ديسولوسيون، يعني من الحوايج اللي كيخليو ان لونتربريز ما تبقاش. ليكيداسيون جوديسيير يعني كان قانونيا كنسدو لك لونتربريز ديالك حيت ما بقاش عندك الفلوس باش تخلص الديون اللي عليك. غنشوفو لا ديفيدوند، هادو كنا شفناهم في الاول، كنا شفناهم في لي بارتنير ديال لونتربريز. قلنا ان الشركه كتعطي دوك لي زاكسيونير ديالها ديفيدوند، هما كيعطيوها رؤوس الاموال. يعني انت كاسوسي في واحد المقاوله ولا في واحد الشركه كتعطي بيان سور كتساهم واحد راس المال، وكرد عليك كنعطيوك ديفيدوند. يعني ملي كتربح الشركه كنعطيوك حتى انت منها، يعني انت اصلا داخل باش تربح. هذه كنسميوها لا ديفيدوند. دونك لا ديفيدوند سي لا بار دي بينيفيس نت دون سوسيتي فيرسي او زاكسيونير ا لا فان دو شاك اكزيرسيس، هي الجزء من الارباح نت. شنو كتعني نت؟ يعني الربح ملي كنخلص بيان سور لي سالاري، ملي كنخلص الديون اللي عليا، داكوغ، كنسميوه لو بينيفيس نت، الارباح نت. راه ممكن شركه تربح ولكن يعني ربحت باعت واحد مثلا واحد بزاف ديال الماتيريال وربحت مثلا واحد 100,000 درهم، هذيك 100,000 درهم ماشي بينيفيس نت، هذيك 100,000 درهم غير الشيء اللي ربحات، ولكن راه خاص تخلص منها الديون اللي عليها، خاص تعطي منها لي زامبو لي تاكس للدوله، وخاص تخلص الناس اللي كيتسالوها الفلوس. دونك هذا كيتسمى بينيفيس بروت، ولكن البينيفيس نت هو اللي كيكون صافي خلصنا كل شيء وحيدنا علينا كاع الديون اللي علينا. من بعد كنقسموه ما بين لي زاسوسي على حسب باش شحال داخلين معنا. دونك سي لا بار، يعني الجزء من الارباح اللي ديال واحد الشركه اللي كان عطيوهم لي زاكسيونير في لا فان شاك اكزيرسيس. اكزيرسيس كيعني واحد المده، يعني عام ديال الخدمه كنسميوها فان ديكزيرسيس. داكوغ. دونك دابا غنشوفو لا سوبفونسيون. لا سوبفونسيون حتى هي كنا شفناها في ميم بارتي، قلنا ان الشركه كتعطي للدوله دي تاكس اي دي زامبو، والدوله حتى هي كتعطي دي سوبفونسيون. سوبفونسيون بحال الدوله كتعطي مساعدات لديك الشركه. دونك سي اون ايد فينانسيير اكوردي بار ليتا او بروفيت لونتربريز، يعني واحد المساعده ماليه كتعطيها الدوله للشركات او المقاولات. داكوغ. دابا غنشوفو لي ديفينيسيون الاخرين. هادو كنا شفناهم في لي ستركتور دو لونتربريز، كنا شفنا ديريكتور جينيرال. اون سي جامي، تقدر تعطيك شنو كيعني ديريكتور جينيرال. كيف ما قلت لكم بالعربيه غتقولوا لي هو المدير العام، ولكن ديفينيسيون ديالها ساهله جدا، غير خصنا نكونوا عندنا اوما واحد الفكره عليها. دونك لو ديريكتور جينيرال سي اون بيرسون او سومي دو ليغارشي ادمنستراتيف دو لونتربريز، يعني واحد الشخص اللي كيكون في القمه ديال الهيكل التنظيمي الاداري ديال واحد المقاوله، اللي كيكون فوق. دونك هذا هو لو ديريكتور جينيرال، يعني سهله جدا في الحفظ هذه لا ديفينيسيون. غنشوفوا شنو كيعني لو ماناجمنت. الى عقلتوا في الاخر ديال الفونكسيون ادمنستراتيف كنا شفنا لي ستيل دو ماناجمنت. دونك شنو هو الماناجمنت؟ شنو كيعني بالعربيه؟ كنقولوا هو التسيير، ماشي التسيير من الاداره، مي لادمنستراسيون. داكوغ. دونك سي لونسومبل دي تكنيك دورغانيزاسيون كي سون ميز ان اوفر بور لا جيستيون اي لادمنستراسيون دون انتيتي، هما مجموع تقنيات ديال التنظيم اللي كنخدموا بهم باش كنجيريو، يعني كنسيرو وكنديرو الاداره ديال واحد لونتيتي اللي هي لونتربريز. هذا هو الماناجمنت، هما مجموع تقنيات اللي انا كنستعملهم باش نسير واحد الشركه.
داكوغ هذا هو الماناجمنت سهله جدا. غنشوفوا شنو كتعني اون انتربريز ملتي ناسيونال. دونك انتربريز هي مقاوله، ملتي هي متعدده، ناسيونال هي جاية من ناسيوناليتي يعني الجنسية، يعني هادي كتعني شركة متعددة الجنسيات. شنو كتعني؟ كتعني أن ديك الشركة عندها جنسيات مختلفة، يعني كاينة في بزاف البلدان. بحال مثلا كوكاكولا كاينة سي اون انتربريز ملتي ناسيونال، يعني كاينة في بزاف ديال البلدان. داكوغ دونك سي اون انتربريز كي في دي زافير دون كيلكو بيي سيليكسيوني اي كي اكسبلويت دي انستالاسيون دون او موان ان بيي اترونجي. هي واحد المقاولة اللي كدير واحد لي زافير في بعض البلدان، كتختارها بيان سور، ماشي تقدر ما تكونش عندها في كاع البلدان، ما تكونش كاينة في كاع البلدان، ولكن كتختار بعض البلدان اللي كدير فيها. اون فوا كدير des affaires في بزاف ديال البلدان وكتبيع في بزاف البلدان، دونك كنسميوها entreprise multinationale et qui exploite des installations dans au moins un pays étranger. يعني من غير البلاد ديالها اللي بدات فيه كتكون دايره des installations، يعني عندها des entrepôts، عندها مثلا des filiales في شركات في بلدان اخرين. داكوغ. ودابا غادي نشوفو شنو كيعني لو مو holding. دونك holding c'est une société de portefeuille détenant des actions dans plusieurs autres zones. entreprise يعني واحد الشركه اللي عندها واحد لي زاكسيون، يعني عندها اسهم، شاريه اسهم في بزاف ديال شركات اخرين. داكوغ. يعني واحد الشركه هي شركه ياك، ولكن كتشري اسهم اخرين في شركات اخرين. يعني تقدر تكون هي مثلا سميتها سوسيتي اكس وكتشري في سوسيتي ايغاك اسهم، وكتشري في سوسيتي زد اسهم، وكتشري في سوسيتي في اسهم. يعني عندها بزاف الاسهم في بزاف ديال الشركات، كنسميوها هولدينغ. داكوغ. دونك هادو حيت يقدر يقول لك مثلا اون انتربريز هولدينغ هذا انت ما غاديش تعرف، ولكن من الاحسن تكون على الاقل غير سمعتي بها، حتى لما حفظتيش ديفينيسيون كما هي تقدر تكون عندك عليها فكره. يعني هي واحد الشركه اللي كتشري اسهم في بزاف ديال الشركات اخرين. سي بون. غادي نشوفوا دابا لي 3 ديرنيير ديفينيسيون اللي هما برودوي فيني، برودوي سيمي فيني، لا ماتيير بريمير. دونك هادو دوينا عليهم بزاف في الموديول. داكوغ. ولكن نقدر نقول لك الشرح ديالهم تقدر تجيك شويه صعيبه ديفينيسيون ديالهم. دونك لو برودوي فيني est un produit qui après transformation ou fabrication est prêt à être distribué. هو واحد المنتوج اللي من بعد تحويل ديالو او تصنيع ديالو كيولي قابل للتوزيع، يعني نقدروا نوزعوه للناس ويشروه من عندنا. برودوي فيني يعني سالا صافي سالينا في الفابريكاسيون ديالو. سي بون. كاين لو برودوي سيمي فيني. دونك نص سيمي كتعني نص، فيني يعني فيني بحال كنقولوا سيمي فيني، راه اسم على مسمى، يعني مصاوبينو غير شويه. سي ان برودوي كي ا ايتي بارسيالمون ايلابوري مي كي دو ايتر ترافايي او كونديسيوني افون دي تري مي سور لو مارشي. الوغ لو برودوي لو برودوي سيمي فيني هو واحد المنتوج لي بارسيالمون يعني جزئيا تصنع، مي خصو مازال نخدموه ولا نديرو ليه دوطخ كونديسيون باش نحطوه في لو مارشي باش يتباع. سي بون. سي لو برودوي سيمي فيني. دونك برودوي سيمي فيني كيولي برودوي فيني ملي كنعاودو نكملو في الخدمة. سي بون. ودابا غادي نشوفو لا ديفينيسيون ديال لا ماتيير بريمير. est un produit naturel brut qui doit être soumis à un processus de production jusqu'à ce qu'il devienne un produit fini. يعني هو واحد المنتوج طبيعي خام اللي خاصو يخضع واحد مجموعه المراحل ديال الانتاج باش يولي منتوج برودوي فيني. سي بون. يعني ماتيير بريمير كتولي تقدر تولي برودوي سيمي فيني عاد باش تولي برودوي فيني، ولا ديريكتومون تولي برودوي فيني هي الماده الاوليه. دونك هكا غادي نكونوا سالينا هاد لا فيديو اللي كانت خاصه بلي ديفينيسيون دونتربريز اي سون انفيرونمون، وغتكون لا كلوتور ديال هاد الموديول، وغادي نشوفوا موديول اخر في الفيديو القادم. ومن هنا تما كنتمنى لكم حد موفق والى فرصه قادمه ان شاء الله.